ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن جديد لمسلسل رمضاني جديد، وهو مسلسل ولاد امبابه. ولاد امبابه، بصوا، هو انا ما اعرفش هتفرج عليه ولا لا قبل ما اتفرج اصلا على التريلر، بس برضو زي ما انتم عارفين انا دايما ما بحبش احكم على حاجه من غير ما اشوفها، بس طبعا هديله الاول فرصه ان انا اشوف التريلر الاول وبعد كده هتكلم عنه. ممكن يبقى حلو، اي هايلي داوت ان هو ممكن يبقى حلو، بس ماشي هندي له فرصه. اللي عارفه ان هو في سعد الصغير، بس ده كل اللي اعرفه. هشوف دلوقتي التريلر بتاع ولاد امبابه وهنقوله الانطباع بتاعنا ونسبه الترقب، لان هو اوفيشال تريلر، لانه التريلر دقيقتين، فالتريلر هيبقى فيه كلام كتير يتقال. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. افتحي الأوضة اللي جوه، طلعي لي حاجة شتوي من الدولاب، الدنيا برد. ايه شكلك يضحك قوي. خلاص، طب ما انت لابسه كروبة وما اتكلمتش. كنت فين يا عسلية؟ في معهد الكتاب. معهد ايه؟ كتاب. وريني ايدك اللي ضربت امي. على النبي عليك، انا متعود على صيد البطن وانا عندي 8 سنين، كنت احط الجلابيه بقي واجري وراها في العشاء. حرام عفانا حاجة. لا انا بفضفض مع اختي شويه وكمان بتغني وحش. لا هو اللي بيعزف غلط. لا انت اللي تغني غلط. ولا زمان يا منطقه. عمرو سمير محامي وسمسار لعبي. يا حيوان. لا ما انا مش هعيش حياتي بطه كده. الحمد لله على سلامه الركاب. الكابتن فضاره يحييكم. بسلمنا على اختك احمد. يضرب المثل يا عسل كده. يا ولاد امبابة، بعد التعب اللي انا بتعبه عشانكم طلعوني كذاب. كان على المصاريف يا اخي، مصاريف البطن بتتخانق. لما اشوف انا ولا انتم يا ولاد امبابة. اوكي، تقريبا دي اطول دقيقتين يعني اتفرج على تريلر في حياتي. يعني حاسس ان ده اول تريلر حرفيا في رمضان في كميه يعني هبم، وفي كميه خيخو مش طبيعيه. يعني طويل اول تريلر، يعني دقيقتين وي كمان، يعني اللي هو كفايه. يعني قاعد بتفرج وعمال اقول كفايه، يا رب تريلر يخلص، يا رب تريلر يخلص، يعني مش عايز يخلص حرفيا. يعني هو ما اعرفش، هو يعني التريلر بتاع المسلسل يعني في كميه احداث، انا ما اعرفش مين يعني ومين اخو مين ولا ايه اللي بيحصل. تقريبا هيبقى ليها حاجه ليها علاقه بالورث، حد تقريبا اخوات بتتعارك على الورث. يعني تريلر غريب شويه. يعني المسلسل هيبقى فيه سعد الصغير وهيبقى فيه عمرو رمزي. عمرو رمزي انا بحبه جدا من ايام برنامج حلو بينهم، وخساره انه ما عملش بعد كده اي حاجه كوميدي خالص غير فرقه ناجي عطا الله. كنت اتمنى ان هو يعمل حاجه تانية. كان عمل تقريبا حرمت يا بابا برضو، على الرغم ان هو على فكره يجي منه يعني. وفي مصطفى بصريا، انا بحب برضو مصطفى بصريا. وهيبقى فيه بقى فريده سيف النصر، وهيبقى فيه اكيد طبعا وش نجوم ضيوف شرف بالهبل. يعني طبعا المسلسل مش متحمس له نهائي خالص خالص خالص. مسلسل يعني كوميديا هتبقى صفر بكل تاكيد، يعني من وجهه نظري. او يمكن الكوميديا اللي في المسلسل ده بتارجت فئه معينه من الناس، اللي هي التيبكال كوميدي اللي كان بيعمله دايما سعد الصغير، اللي انا ما كنتش بشوفه كوميدي خالص، زي حصل خير وعلى الطرب بالثلاثه وحاجات زي كده. نوعيه الافلام اللي كان بيعملها دي، الافلام دي ما كانتش بتيجي مع سكه نهائي بقى خالص. نسبة ترقب المسلسل 1/10، استبعد تماما ان انا ممكن اتفرج على مسلسل زي ده صراحة. يعني بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام. واشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.